السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرب 214، العنوان: لك الله من مفجوعة بحبيبها، أبو الطيب المتنبي. أهداف الدرس: أن يتعرف الطالب غرض الرثاء في شعر المتنبي، أن يستوعب الطالب مفهوم التجربة الشعرية في النص، أن يتدرب الطالب على استخراج مؤشرات النمط الكتابي، أن يحلل الطالب النص وفق مستوياته الأسلوبية، أن ينتج الطالب موضوعاً كتابياً حول براعة المتنبي في أكثر من غرض شعري. التمهيد: المقطع الأول: تأملات في حقيقة الوجود. إضاءة: في البيتين شكوى مضمرة من أحداث الحياة، وضح ذلك. ما المقصود بالرثاء؟ حدد الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النص. تعد هيمنة حروف المد على هذا المقطع ظاهرة إيقاعية لافتة، وضح ذلك بالأمثلة. ماذا أفاد حرف الاستفتاح ألا المشفوع بالنفي في البيت الأول؟ ثم حضور لافت للثنائيات المتضادة في معجم البيتين، مثل لها بمثالين. يشير البيتان إلى رؤية عميقة لطبيعة الوجود والحياة، وضح ذلك. المقطع الثاني: قصة موت الجدة، الموت شوقاً. إضاءة: أجب عن الأسئلة الآتية. اختر الإجابة الصحيحة للأسئلة الآتية. التعبير بقوله لك الله يوحي به، التعبير عن الشوق الجارف،
ذكر المحاسن، الاستسلام التام لمشيئة الله. يشير الإيقاع البطيء في المقطع السابق إلى تماسك الشاعر، اهتزازه واضطرابه، نسيانه وإهماله. الفاء في قوله فماتت سرورا تفيد بيان سرعة الموت وسببه، التعبير عن تأخر الموت، التعبير عن البعد والافتراق. سيطر حقل الموت على معجم الأبيات، اذكر أربعا من مفرداته. وضح أهمية الحقل المعجمي، الوصال، الفراق في المقطع، وبين علاقته بحقل الموت. أقام استعمال حرف الواو في البيت الثامن تزامناً بين مجموعة من الأحداث السلبية، وضح ذلك. تشير الثنائيات إلى علاقة ترابط بين المتنبي وجدته، بين ذلك مستعينا بأمثلة من تلك الثنائيات. علل حضور الضمير العائد على الجدة أكثر من الضمير العائد على ذات الشاعر. وضح الصورة البيانية في قوله فماتت سرورا، مبينا دلالتها على نفسية الشاعر. شبه الشاعر حروف رسالته وأسطرها بالأغربة النادرة، في أي بيت من الأبيات تجد هذا التشبيه؟ نشاط تقويمي. أشارت المستويات النصية، الحقول المعجمية، الإيقاعات البطيئة، الصور البلاغية إلى مشاعر كثيرة متناقضة في نفس الشاعر. هات أمثلة على هذه المشاعر من كل منها. المقطع الثالث، حال الشاعر بعد وفاة جدته. إضاءة. اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي،
الكلمة المفتاح في المقطع السابق هي الغمام، الفراق، الموت. استجلاب حقل القتال في المقطع لبيان البراعة في الحرب، لاستجلاب القوة والتماسك، للتعبير عن التحول في الحالة الشعورية. لحقل القتال حضور بارز في الأبيات الثلاثة الأولى، استخرج أربعا من مفرداته. شكلت ظاهرة الاشتقاق والترديد ملمحا إيقاعيا بارزا في الأبيات، مثل لهما بمثالين من النص. فأصبحت أستسقي الغمام لقبرها، وقد كنت أستسقي الوغى والقنا الصم. استخرج رابطا لفظيا من البيت السابق وبين وظيفته. استخرج من النص السابق ما يأتي: أسلوب شرط، جملة استفهامية، وضح الصور البيانية الآتية: الاستعارة في قوله وقد كنت أستسقي الوغى والقنا الصم، التشبيه في قوله كأن ذكي المسك كان له جسما. اختتم الشاعر مرثيته بالفخر بذاته بوصفها مثالا للمجد والعظمة. وضح ذلك مبينا رأيك في مناسبة الفخر للسياق العام للقصيدة. شكرا لكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.